مرحبا بكم في هذه الدورة التدريبية حول تنفيذ العروض التقديمية الرسمية للإدارات العليا. مما لا شك فيه بأن العروض التقديمية هي واحدة من أهم وسائل التواصل التي نلجأ إليها ضمن الشركة أو المؤسسة للتعريف بمنتجاتنا أو خدماتنا أو مشاريعنا سواء الحالية أو المستقبلية. نحن نلجأ للعروض التقديمية بهدف الإعلام أو الإقناع أو التحفيز أو المشاركة، وأيضا لتحقيق المزيد من النجاح والتفوق في أعمالنا. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه دائما، هل نملك القدرات والمهارات المطلوبة لتنفيذ أو تصميم عرض تقديمي ناجح وفعال واحترافي؟ هل نشعر بالخوف من التحدث أمام الجمهور ومواجهة مجموعة كبيرة من الأشخاص؟ هل أيضا نحتاج إلى تطوير مهاراتنا في الخطابة والتقديم؟ باعتبار أن موضوع الخطابة والتقديم يلعبان دورا أساسيا في العرض التقديمي، هل نبحث عن أفضل الطرق والنماذج لتحضير عرض تقديمي احترافي يحظى باهتمام الحضور وخاصة من حيث المحتوى والتصميم والأداء؟ هل نحتاج للتدرب على التعامل مع المواقف الصعبة أثناء العروض التقديمية والتي تسبب لنا الإحراج وأيضا الإرباك أمام الحضور؟ هل نبحث عن أفضل الوسائل الممكنة لدراسة الحضور ومعرفة الأساليب الناجحة في التأثير على الجمهور؟ إن كانت هذه الأسئلة هي التي تشغل بالكم فأنتم إذن في المكان الصحيح. فمن خلال هذه الدورة التدريبية سوف نحاول أن نسلط الضوء وأن نتدرب حول مجموعة كبيرة من المواضيع التي تتعلق بشكل مباشر بموضوع العروض التقديمية. عند المشاركة في هذه الدورة سوف تحصلون على الفرصة للتدرب على الكثير من الأمور وأيضا المهارات اللازمة لتنفيذ وتصميم عرض تقديمي ناجح. سوف تتدربون على المهارات المناسبة لمخاطبة الجمهور والتأثير بهم لتحقيق الأهداف، وأيضا سوف نتدرب حول الطرق الأفضل للحفاظ على لغة الجسد خلال العرض التقديمي. أيضا في هذه الدورة سوف نتدرب على المهارات اللازمة لتطوير عرض تقديمي احترافي يحظى باهتمام الجمهور ويحقق أهداف. القدرة على دراسة الجمهور ومعرفة الطرق الأفضل للتعامل معهم هي من الأمور التي سوف تحصلون عليها من خلال المشاركة بهذه الدورة التدريبية. أيضا في هذه الدورة سوف نتدرب حول كيفية اختيار المعلومات وتحضير المحتوى الأفضل لتحقيق النتائج التي تتطلعون إليها. أيضا المهارات اللازمة لاختيار القوالب والتصاميم والألوان والمؤثرات البصرية والسمعية في تحضير عرض تقديمي شيق هي من أهم الأمور التي سوف تتدربون عليها خلال جلسات هذه الدورة التدريبية التي نخصصها حول موضوع العرض التقديمي الناجح والفعال. أيضا المهارات اللازمة للتعامل مع المواقف الصعبة خلال العرض التقديمي مع استعراض عدد كبير من الأمثلة وهذه المواقف وكيفية التعامل مع كل موقف من هذه المواقف هي من الأمور الهامة التي سوف نتدرب عليها في هذه الدورة التدريبية. أيضا سوف نتدرب حول الطرق المناسبة في التحليل والتقييم وجمع الأفكار بعد العرض، فإذ لا يكفي أن نقوم بالعرض التقديمي إن لم يتبع ذلك الخطوات اللازمة لتقييم وتحليل هذا العرض وتجاوز الأخطاء لعدم الوقوع بها في المستقبل.